قال صلى الله عليه وسلم: أجل ذلك كذلك. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام واحد دخل عليه وهو مريض، فلقى النبي عليه الصلاة والسلام بيتألم ألم شديد جدا أكتر من أي واحد بيتألمه، فقال له: يا رسول الله، يعني أنت لما بتتألم كده بتاخد ثواب رجلين مننا؟ قال له: أجل ذلك إيه؟ كذلك. إذا أحب الله قوما إيه؟ من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام غاية الحب، إن ربنا سبحانه وتعالى يجيب له الألم قدنا إحنا مرتين، قدنا إيه؟ حاجة يعني. قال صلى الله عليه وسلم: أجل ولكني لست كأحدكم. يا سلام. واحد دخل على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ولقاه بيصلي وهو جالس، فقال له: يا رسول الله، يعني انت قلت لنا ان صلاة الجالس في النوافل بنص صلاة الايه؟ القائم. قال له: اجل ولكن ايه؟ ولكني لست كأحدكم. انا بقى من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام ان صلاته هو قاعد زي صلاته هو ايه؟ قائم.